لو تتبعنا حكام الكويت منذ عام 1962 ليومنا هذا، نجد أن أكثر رئيس دولة، أكثر حاكم مر على الكويت، يشدد على حماية على الدستور وأهمية الدستور، هو حاكم الكويت الحالي الشيخ صباح الأحمد. نعم. فهذا لازم أن نراعيه هذه المسألة. للأسف البعض ينادي أو الدعوات هناك بإلقاء الدستور أو بإنقلاب على الدستور وبإلقاء مجلس الأمة، دعوات من مفسدين حقيقة في هذا الجانب. الأمير لطالما يؤكد على أنه حامي الدستور والحارس على الدستور ويهدف إلى حماية الدستور باعتباره هو المرجعية والعقد الاجتماعي ما بين الشعب والأسرة. كيف نفهم هذه الرسالة؟ يعني أنا كمواطن بسيط اليوم أو أعمل في الإعلام، نعم، شو المطلوب مني تجاه هذا النطق السامي؟ نعم. أولا يعني عدم الانجراف وراء الدعوات المنادية بإلقاء مجلس الأمة أو بتعطيل الدستور أو بتفريق الدستور وما إلى ذلك، وعدم تصديق مثل هذه الشائعات واللي قلت عنها قبل شوية، طابور الخامس زين اللي يدعون إلى هذه الأقوال، هذه تنفي خلاص. صحيح. إذا يعني رئيس دولة في كل دور انعقاد يؤكد إلى كون حامي الدستور، فبالتالي ينفي أي شائعات. ثاني شيء، كون هذا الدستور هو المرجعية في تعاطينا السياسي، يعني السياسة بالنهاية لابد أن ترجع إلى مرجعية معينة. نعم. فالتأكيد على دور الدستور في مرجعية سياسية، وأن الحاكم للكويت، وأيضا الحمد لله بالكويت عندنا دستور كفل لنا الحقوق والحريات. نعم. اليوم احنا نتكلم كل أريحية، أنا اليوم يوم نتكلم راح ننتقد الحكومة. نعم. وراح ننتقد المجلس، وراح نروح بيوتنا وننام وما عندنا أي مشكلة. بالعكس، يعني إذا تواجه الوزارة برا وسمو رئيس مجلس الوزراء بصدر رحب. نعم. يعني ما عنده مشكلة. نعم. نعم.